قائد المنطقة المركزية للسيد اللواء عبد الشافي، قوات الأمن المركزي في طريقها لموقع الشغب. اسم العملية فراخ واحد. من اللواء عبد الشافي إلى قائد العملية، القوات تعود إلى أماكنها، سيطرنا على الموقف. تعطل موكب رئيس الوزراء عشان تحلق على الفراخ يا أفندي. هو ده الظابط؟ عبد الشافي لو مش عارف تربي الضباط اللي عندك قول لي وانا اجي اربيهم لك. انت عارف الحاجه دي بتاعت مين؟ حاجه الدكتور علي زندو. كل شيء هيتصلح يا فندم، والدكتور مشرف هنا بنفسه. الفراخ فين يا افندي؟ راحت لحالها سيادتك. الحق عليا، انا استاهل اكتر من كده. الفراخ دي لازم ترجع، والنهارده دي امهات. امهات مين يا فندم؟ انا اسمي يجي في محاضر والمعارضه تسميني الدكتور فرخه ويرسموني وانا راقد على البيض. انا ما هو حضره الضابط كان قايد المحضر سعادتك. يا سلام، خلاص المحضر اتقيد في هولندا. احنا بقى ما كنتش اعرف سعادتك. بقى من تغفيلك بقى حته واد ضابط زي ده داير بالسوسته بنطلونه مفتوحه يضحك علينا. ما انا عنفته. صلاه النبي احسن. اسمع يا عبد الشافي، الحركة خلاص اتمضت عشان تتعلم بعد كده تاخد بالك من شغلك وتبقى صاحي. صلاة النبي أحسن، في مسؤول يقول صلاة النبي أحسن. على العافية يا باشا. ما خلاص، ما بقتش باشا، بقيت حصبابنا. إيه، غيروا اسم سيادتك في الحركة؟ بتهزر حضرتك؟ نقلوني موثيقات الشرطة وده كله من تحت راسك. أمال أنا يا باشا نقلوني إيه؟ وحدة تنفيذ الأحكام. رحت الجراج عشان تبرطع وتتمطع على كيفك هناك. مفيش قدامنا غير ان احنا نجري. اجري اجري يا اخويا. ايه يلا يا باشا عشان نمتص الخبر بالجري. ايوه القضايا دي كلها لسه ما اتنفذتش. اصل يعني المؤاخذه، الباشا قبل سعادتك، الباشا كان بياكل بغاشه. ده في قضايا سقطت. ايه ده بقى؟ ايه اللي حاطينه في قلب الباب؟ ايه البلوه دي؟ الله الله، ده مبطرخ. رياض زكي رفعت الاسناوي. تمام يا فندم، ما هو ده محكوم عليه بالاعدام. اعدام؟ وركنينه في قعر الدولاب ليه؟ ده انا افتكرته قضيه نفقه يا عبد الراضي. وده يطلع مين ده؟ عدم مؤاخذه، ده القتيل يا باشا. تقترح نمسك مين يا عبد الراضي؟ عدم مؤاخذه باشا، ده باشا. واحد حمص حلاوه. حاضر. شطة؟ يا عبد الراضي، عبد الراضي، الراجل ده دورت عليه فين؟ بيت. والله الباشا راح له كتير وما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب مع الباشا، بس ان شاء الله هيحصل نصيب. ده اعدام. عارف يعني ايه اعدام؟ روح. ادي يا حوده، دواء الكحه ده لقيته عندي في البيت، 3 معالق كل يوم هتبقى زي الفل. ربنا يخليك يا عم خير. بس تتدفى كويس. هو انت مش بتنام جوه؟ جوه فين؟ جوز امي بينيمني انا وبسين اختي على السلم. حاجة زي دلوقتي تعبانة والله يا حودة. ما توديها المستوصف. الله كريم يا حودة،
من الصبح بدري تحاول على العلاف تجيب من عنده الحمص. ها يلا تصبح على خير. تمام يلا يا حودي. ما تنساش دواء حودة. يا مي ايه في ايه؟ ايه انت انت في شارع ولا في حاره ولا في ملعب؟ ايه يا جدع انت ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ دي العلامه اللي بيني وبين بنتي. مساء الخير يا وبعدين ده معاك تجي فيه؟ لسه مخلص شغل احنا بنشهر. وبعدين ده الاتفاق. ده الاتفاق؟ ميوي حسيني قوي حبيبي. وانت وحشتيني موت. الله وحشتيني قوي. انت شرفت مين؟ طليتي؟ لم لسانك يا حسام. مش هرد عليك احتراما يا عمي. شكرا. اه رزالتك دي بقى هي اللي نقلتها. انت هتعملي فيها هند رستم؟ ما تنزلي تكلميني زي الناس ولا اطلع اجيبك من شعرك. شش يا حسام. شوف عملت ازاي. انا لازم اطلع كده من شعرك. حسام روق. امال ده احنا ما صدقنا انكم اتطلقتوا واستريحنا من قرفك. قرفي ده كلام يطلع من نائب محترم بينام تحت قبه البرلمان. ايه بقول لك ايه؟ حافظ على كلامك يا حسام. اذا كنت انت ظابط انا عندي حسانه. حسانه؟ طب سيبني اقعد مع بنتي شويه. موافقه؟ موافقه. هتقول غير ما تزعليش مني. انا امك اللي بتعصبني. عشان يعني انت كمان. طمنيني عامله ايه في الدراسه؟ الحمد لله بذاكر. قول لي بقى جبتلي ايه معاك؟ لا اجيبك حاجات كتير. مين ده؟ صاحبك ده يا بابا؟ لا ده واحد محكوم عليه بالاعدام وهربان. ما يبانش عليه، ده شكله طيب خالص. الله اعلم. خدي استني بقى اجيب لك مفاجاه. مفاجاه عظيمه. شمي. ايه دي؟ رنجه. رنجا رنجا هو هو رنجا رنجا رنجا. ايه ايه يا مزهرة؟ ايه حكاية الرنجة دي؟ وبعدين هتأكل البيت رنجة في ساعة زي دي؟ الله يرحم المشي يا ابو طحين على الريق. بقولك ايه؟ نعم. لو سمحت عايز خدمة يعني تدشلي فحل البصل ده بإيدك الكريمة.